أيتها السيدات أيها السادة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا كلام جديد. هذه الحلقة مرتبطة بعالم القيم، وعالم القيم موضوع من موضوعات الفلسفة الأثيرة. بل الان في هذه اللحظه من تطورنا العقلي والاخلاقي والسياسي فان القيم تشكل هاجسا على غايه كبيره من الاهميه، لماذا؟ لان القيم يا ساده مرتبطه بالسلوك القيم تتعين بالممارسه الشرف الاباء الكرامه هذه قيم ايجابيه تتعين في الواقع ولكن ما لا ينتبه اليه هو القيم السلبيه ايضا التي تتعين بالسلوك ومن أسوأ القيم السلبية قيمة الدجل التي نادرا ما مستها الفلسفة مسا عميقا بل مسا رقيقا ما الدجل يا سادة هذا هو موضوع حلقتنا الدجل مفهوم يرتبط في اذهان كثير من الناس بالسحر والشعوذه وبالاشخاص الذين يقومون بنشر خرافات بين افراد المجتمع بقصد الاحتيال عليهم والحصول على الاموال منهم عبر ايهامهم بان مفاتيح حلول كل مشاكلهم بايديهم فهل يقتصر مفهوم الدجل على هذه الصوره التي انتشرت بين الناس ام ان للدجل مفهوم اوسع من ذلك ويشمل العديد من الصور التي تنطبق على فئات مختلفة من المجتمع والقمر والشمس وعلى ضوء الأشكال المختلفة من الخداع الذي تقوم به بعض فئات المجتمع لتحقيق أهدافها كيف يمكننا تجنب خداع وكذب بعض أفراد المجتمع وكيف لنا ألا تنطلي علينا أساليبهم التي يقومون بها كي لا نقع بحبالهم وهل يمكن للشعوب أن يتشكل لها الوعي الكافي لتجاوز الدجل والكذب الذي يمارس عليهم من قبل حكوماتهم؟ فالمستبد الذي يريد أن يقنع الشعب بقرارته وسلوكه قد يلجأ لأسلوب الكذب والخداع لضمان أن يحافظ على مكانته وكرسيه، فهل يستطيع فعلا إقناع الناس عبر هذه الطرق؟ أم إن الشعب مغلوب على أمره؟ ولا خيار امامه الا ان يتظاهر بتصديق ما يصدر له. كنا قبل هذه الثوره المزيفه نعيش في امان واستقرار. وهل يكتفي المستبد بممارسه كذبه ودجله على الشعب؟ ام انه يستخدم ادواته على كافه المستويات، الدينيه والثقافيه والفنيه. وما هي الادوار التي قد يلعبها المثقفون لتبرير الافعال التي يقوم بها المستبد؟ وكيف يجعل المستبد الاعمال الفنيه مطيه له لايصال رسائله واكاذيبه للناس. الدجل مفهوم يشير الى الكذب و التمويه والخداع اذا هو النقيض المفهوم النقيض للصدق وللوفاء بل وهو النقيض للحقيقه لمفهوم الحقيقه ان يدجل الكائن اي ان يكذب ويموه ويزيف ويخفي اربعه اشياء يقوم بها الدجال ولهذا اطلق في الاساطير او في بعض الكتب انه سياتي شخص يدعى الاعور الدجال وهو يتسم بكل هذه السمات اذا كان الدجل على هذا النحو وهو على هذا النحو فهناك شروط تجعل من الدجل واقعة عامة وهناك شروط تجعل من الدجل واقعة محدودة يعني كلما انتصرت القيم كلما قل حجم الدجل إذن إن الشروط التي تجعل من الدجل حالة عامة هي غير الشروط التي تجعل من الدجل حالة جزئية. ما هي الشروط التي تجعل من الدجل حالة عامة؟ الدجل كما عرفته لكم بوصفه تمويه وكذب واخفاء بوصفه معاديا للحقيقة ومرتبطا بمصلحه ممارسه بمصلحه في ممارسه الدجل. ما هي الشروط التي من الدجل عامه؟ ان الشرط الاكثر قدره على خلق الدجل في عالمنا هو الخوف من جهه والمصلحه من جهة ثانية، الخوف والمصلحة في ظل الاستبداد من جهة ثالثة، في عالم الاستبداد المستبد دجال اول يخلق حوله مجموعة من الدجاجلة او الدجالين من كل انواع الدجالين اي المموهين ثم يخلق لدى الخائفين حاله من التقيه تحملهم على الدجل خوفا المستبد يدجل لانه ضمنيا يخاف من المجتمع فيكذب ويموه والمتمجدون الذين حول المتم حول المستبد ايضا يدجلون لانهم يخافون من سيده ولهم مصلحه في الدجل وبعض الناس يخافون على حياتهم فيدجلون فاذا نحن في عالم من الدجل وتخيلوا ان يعيش الانسان عالما من الدجل تخيلوا شخص قرر ان لا يدجل في عالم من الدجل. هل قراتم مسرحيه نهر الجنون لتوفيق الحكيم؟ تنطبق على هذا الذي اقوله. جميعهم صاروا يشربون من نهر الجنون فانجنوا. ولم يبقى الا الوزير والملك فقال لهم فقال الوزير الملك من الجنون الا نشرب من نهر الجنون لان الجنون مجانين صاروا يقولوا عنا هم نحن المجانين. يصبح هذا العالم قاسيا الى ابعد الحدود. وعلى هذا النحو فالدجل على انواع. هناك الدجل السياسي. وهو الذي يمارسه جمهور من السياسيين الحاكمين وادواتهم ما هو الدجل السياسي؟ هو اخفاء الحقيقه وراء السلوك السياسي فيقول لك نحن نقوم الان ب قد قانون الطوارئ حفاظا على امن الوطن تاملوا هذه الدجل، هذا النوع من الدجل لكي يكون الوطن امنا يجب ان لا يكون هناك احرار في الوطن هذا يعني قانون الطوارئ الذي يستمر عشرات السنين هذا دجل سياسي ان تقاتل شعب وتقول من اجل فلسطين هذا دجل سياسي ان تساعد القتله انطلاقا من مفهوم السياده هذا دجل سياسي وبالتالي انت تموه سلوكك السياسي بخطاب مناقض لسلوكك السياسي هذا اسمه دجل والدجل السياسي خطير لماذا لانك لان الدجل او الدجال السياسي يريد ان يحمل الناس على ترديد دجله السياسي واذا لم يردد دجله السياسي فانه يتعرض للعقوبه فاذا كن دجالا لكي تعيش، ارايتم الى خطوره الدجل السياسي؟ يرافق الدجل السياسي هذا دجل ثقافي والدجل الثقافي هو التبرير الايديولوجي الثقافي للدجل السياسي وليس هذا فحسب، فهناك الشاعر الدجال والمثقف الدجال، الشاعر الدجال الذي يمدح الدجالين ويكون مع الدجالين، بل خارج السياسة الدجل الثقافي كثير يسرق نصا وينسبه إلى نفسه هذا دجل ثقافي يكتب رواية سخيفة هذا دجل ثقافي يتصلبط وهي كلمة عربية على الفلسفة دجل ثقافي يصبح أستاذا جامعيا دون أن يعرف ألف باء اختصاصه دجل ثقافي وهو شيء خطير تخيل ان يدخل استاذا الى قاعه الدرس ليحدثهم عن فيلسوف ما او عالم اجتماع ما او عن فيزياء ما وهو لا يعرف شيء ارايتم اسوا من دجل كهذا هذا نمط اخر هو الدجل الثقافي هناك الدجل الديني وهو اخطر كمان من اخطر انواع الدجل لماذا لان البشر وعيهم ديني يؤمنون ايمانا شعبيا فينشا المدجل الديني ليحقق مصالحه عبر خطاب ديني الدجل الديني هو زرع الوعي الذي لا علاقة له بالمعرفة لدى الناس. الاستفادة من وعي الناس في تقديم خطاب من اجل ان يستفيد هو ويراكم ثروته. الدجل الديني يا صديق يا اصدقائي هو ان تكون فقيها للسلطان بدل ان ترفع ألا في وجه سلطان جائر هذا دجل ديني الدجل الديني أن تكون داعية للخنوع بدل أن تكون داعية للحياة الكريمة الدجل الديني أن تجعل الأيديولوجيا الدينية أداة قتل للآخر بدل أن تكون بدل أن تكشف عن روح الدين روح التسامح والاخاء وذم القتل الدجل الديني ان تكتب كتبا دينيه تزيف عقل الناس من اجل ان تحصل على مبلغ من المال وكم لدينا من الدجالين السياسيين والثقافيين والدينيين هناك الدجل العلمي نعم يحدثونك عن العلم على أنه قال كذا وكذا وهو والعلم بريء مما يقولون هذا الدجل العلمي أو أنها العلم الفيزيائي فقط هو الذي يخرجنا من حياتنا ليحطموا العلوم الانسانيه هذا دجل علمي العلوم الانسانيه من اهم العلوم في المجتمع هناك الدجل الفني الفنان الدجال الذي يقوم بعرض ما يساعد على التنفيس ولا يقدم معرفه ووعيا للناس هذا دجل الفنان الدجال بل والكاتب الدجال للنص الفنان الدجال هو الذي يقول ما يعرفه الناس فقط والناس يسعدون بان يستمعوا لفنان يقول ما يقولونه لكن الفنان الحقيقي والكاتب الحقيقي هو الذي يقول ويقول ويقدم مسرحا ما فيما لا يعرفه الناس ليضيف على الناس وعيا جديدا يفهمهم واقعهم واقعهم فمن يتحدث عن ظاهره يعرفها جميع الناس ما الذي يضيفه الى الناس؟ لا شيء سوى انه قد يضحكهم ويقوم بتسليتهم فقط يسليهم وهذا هو وهذا نوع من الدجل خطير في التلفزيون الدجال الذي يزيف الوقائع فيقدم للناس ما ليس حقيقيا أليس لم نقل لكم الدجل والتمويه والكذب الأخطر يا سادة يا كرام عندما يصبح الدجل ذهنية وبالتالي تعمم ذهنيه الدجل فيغدو الصدق غائبا وعندها تنتفي الثقه بين الناس، لماذا؟ اذا اصبحت ال... اذا اصبح الدجل ذهنيه فكل كائن لن يثق بالاخر لانه أصبح يدرك أن الدجل ذهنية فيكون على هذا النحو الآخر دائما موضوع شك انظروا إلى شخص يقسم بصدق ما يقول دون أن يطلب منه أحد ذلك يقول لك والله وحياة كذا صدقني أنا لم أطلب منك هذا اليمين لماذا أنت تحلف اليمين وأنا لم أطلبه منك وأنت تروي لي قصة قد تكون حقيقية لأنه يدرك أنني أشك طالما الذهنية أصبح ذهنية الدجل أنني أشك بصحة ما يقول فيصبح المجتمع خاليا من الثقة بين أفراده تنتفي الثقة بالسياسي وباعوانه وبالثقافه وبرجال وب الدين وبالفنان اذا كان الامر لكن ولان الامر لا يمكن ان يكون على هذا النحو في قلب هذا الخراب هذه الذهنيات هذه الذهنيه الدجليه يخرج من يدافع عن الحقيقه والحق ليكشف الزيف ليكشف الغطاء ليكشف القناع الدجى القناع ليكشف الباطل وعلينا جميعا أن نتعاون من أجل كشف الحقيقة والصدق لتقوم العلاقات المعشرية مرة أخرى على نحو من الحميمية وغياب الشك الذي لا مبرر له بالآخر في الدجل يا سادة يموت الآخر أيتها السيدات أيها السادة أهلا بكم في القسم الثاني من حلقتنا لهذا اليوم حول الدجل. ومحاورتي ومحاوريتي الآن هي هناء الكردي الطالبة النجيبة في كلية الإعلام. والتي استمعت كما كالعادة إلى خطابنا حول القيم وقيمة الدجل السلبي، القيم السلبية وقيمة الدجل السلبية. ماذا عندك يا هناء؟ وأرحب طبعا فيها لست هناء. أهلا فيك دكتور. هلا في عصرنا الحالي مع انتشار وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. هل تعتقد أنها تسهم في فضح هؤلاء الدجاجلة وكشف أهدافهم للمسألة قولان أو قولان من جهة يزداد الدجل عبر هذه الوسائل ومن جهة تزداد فرص فضح الدجل عبر هذه الوسائل لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي عمليا شبه حرة لا ليس هناك مراقبة شديدة عليها. فيمكن لأي شخص أن على اليوتيوب يعمل قناة لحاله ويقدم دجله. بالمقابل يمكن كشف الدجل من جهة ثانية. وبالتالي تستعر المعركة في عبر التواصل الاجتماعي إذا لاحظتي بين أشكال الوعي المتعددة لكن اعتقد انا ان كلما ازداد الانسان معرفه بالعالم وكلما ازداد تواصلا مع الناس قل ظهور الدجالين لماذا؟ سابقا الدجال يظهر دون ان يجد من يقول له انت دجال الان يظهر الدجال.. ويظهر من يقول له أنت دجال انظري إلى فيسبوك إلى تويتر إلى 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 هناك كل كله موجود أليس كذلك؟ لكن الآن صار هناك شجاعة لأن يقال للدجال الدجال الديني أنت دجال أو للدجال السياسي أنت دجال أليس كذلك؟ وهكذا لكن القضية الأخطر وين؟ بدنا نشوف ما هو الشرط التاريخي لمقاومه الدجل او لانتشاره كلما اتسع نطاق الحريه عند البشر وصاروا قادرين على ان يقولوا قول الحقيقه دون خوف ضعف حقل الدجل وصارت نفس هذه الوسائل الاتصال التي تحدثت عنها وسيلة من وسائل قول الحقيقة اعتياد الناس على قول الحقيقة يخفف من الدجل صح وبالعكس المصالح وراء إخفاء الحقيقة بتخف وبتنكشف ما هو الدجال هو الذي يخفي مه. لو لم يكن لو لم لو لم يكن لديه ما يخفيه لا يدجل يخفي عن المستوى السياسي على المستوى المصلحي على المستوى الاخلاقي على المستوى الى اخره ذلك الوعي الان الجديد المتكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقوم ايضا بمناهضه شديده لكل اشكال الدجل مع انه يوفر ايضا قنوات لظهور الدجل مع تطور العلم وتطور العقل هل تعتقد من السهولة أن ينشر الدجل كما كان سابقا؟ شوفي الدجل عادة ينطلع على ما كنت سميته في الحلقة الأولى في حلقة في حلقة سابقة حول إنه في العقل الساذج هلا فإذا كان لدي مجتمع تنتشر فيه ال... ينتشر فيه الوعي الخرافي فيسهل على المشعوذين الدجالين ان يكون لهم حضور في هذا المجتمع خذي مثلا الدجل المرتبط بالحجب يكتب حجاب ها او بالمعالجه المرتبطه بالزار وما شابه ذلك هذا نوع من الدجل في عدد كبير الناس بتروح لعند هؤلاء من أجل الشفاء أو من أجل حل مشكلة نفسية أو من أجل معرفة ما لاحقة مو؟ هلا كلما تطور وعي المجتمع خف حضور هؤلاء الدجالين ومع ذلك الأخطر من هؤلاء الدجالون السياسيون الذين يحملون الناس على تصديق دجله هذا شيء خطير ومن حسن حظ البشرية أن تنوع وسائل التواصل وبالتالي تنوع مصادر المعلومات حرمت الدجال بأن يحتكر وسيلة وسيلته الواحدة في نشر المعلومه ها يعني اذا كان مجتمع ما بيشوف الا قناه واحده هي قناه الدجال فهو لا يعرف ما اذا كان ما يقوله دجلا او لا مئة في المئة لكن اذا تنوعت قنوات المعارف فصار لديه معرفه تاتيه من هذا الطرف او ذاك والى اخره فصار لديه القدره على التفكير وعلى المقارنه والموازنة فيعرف الغث من السمين، ها؟ كما بالنسبة يعني استنادا الى السؤال الاول فان تحرر المجتمع من احتكار المعرفة لدى جماعة خاصة تحرر المجتمع من هذا يحرر المجتمع ايضا من قابلية تصديق الدجل فأنا عندما أسمع خبرا ليس صحيحا إذا كان صادرا عن قناة واحدة وليس لدي أي قناة أخرى تضحض هذا الخبر فأني أصدق الخبر لكن إذا أصبح لدي مجموعة من الأخبار تناقض هذا الخبر فأقوم بالتحليل والتواوى إلى آخره وأكتشف بعقلي ان هذا دجل اكتشاف الدجل هو عمل عقلي حضور الدجل يعني ان البشر ما قبل التفكير العقلي ان صح التعبير ونحن الان نعيش ثوره في المعرفه الثوره المعرفيه الان واسعه الى الحد اللي ايضا عدد الدجالين فيها خف وقدرتهم على التاثير صارت اقل بس دكتور في وقتنا حاليا هلا صار الدجالين بياثروا على المجتمع اكثر من الناس اللي لا تمارس الدجل مين قال لي؟ في وقتنا حاليا شو عندك يعني معلومات؟ يعني مثلا خلينا نقول نقارنها مع التواصل الاجتماعي، مثلا اذا الناس ما اتبعت انه تقلد هذا الدجال تعتبر هي هي الغلط شوف اضرب لك مثال على ذلك في دجال بيساوي بيقرا الطالع يعني انه شو بده يصير السنه القادمه آه. هذا اصبح جزء من الفلكلور السنوي ها أه؟ في دجال انا نسيت اسمه بده يجيبوه بلبنان يلقي محاضره في دمشق منجم هم منجمين دجالين. أوه. قامت الدنيا ولم تقعد عليه، ومنع من القدوم الى دمشق من دجال. اهل الذين دعوه بمعنى من المعاني. ما قدر يجي. وبالتالي صار التنجيم موضع سخريه. هلا موضع فلكلور الابراج مثلا. انا اتحدث عن هذا. أنا أتحدث عن الدجل الأيديولوجي خاصة لأنه هذا الدجل أخطر من دجل الأبراج أبراج في الكلور الناس تعتقد أنه وبتتسلى فيه برج التور مش عارف ايش برج القوس مو برج القوس ولا آخره هذا دجل مسلي دجل التسلية غير دجل تكوين الوعي الدجل الأيديولوجي يكون الوعي الدجل الأيديولوجي يكون الوعي لماذا لانه زيف الحقيقه يزيف الواقع الاجتماعي يزيف الواقع السياسي هذا الدجل الايديولوجي خطير كم مضى من الزمن ونحن نعيش على دجل ايديولوجي الى ان انكشف الدجل الايديولوجي في حلقه من حلقات البرنامج تحدثت عن الايديولوجيا وكيف أن كل الأيديولوجيات لم يتمخض عنها شيء بالعكس تمخض عنها دمار فإذا جاء الإنسان إنسان جديد الآن ويتحدثنا عن هذا الدجل الأيديولوجي فنحن لن نصدقه بعد اليوم لأنه بالعربية نقول لسان الحال خير من لسان المقال مش هيك طيب إذا كانت ممارساتك متناقضة كلية عن دجلك الأيديولوجي فمن نصدق دجلك الايديولوجي ام الممارسه؟ نصدق الممارسه الممارسه ونقول هذا الدجل الايديولوجي غير متطابق مع الممارسه الممارسه تقول عكس هذا الخطاب الدجال الدجل في 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 حالات القمع يتسع وبالعكس في حالات الحريه ليش لأنه أنت عندما تقول للدجال دجال غير لا تقول للدجال أنت صادق أن يحملك أحد على تصديق الدجال شيء خطير أما عندما تكوني حرة وتكشفي زيف الدجال زيف الدجال فهذا يعني تقللي من حضور الدجال في عالمنا لذلك في حالة في الحياة الديمقراطية الدجل أقل موجود بس هو أقل لا يستطيع حاكم أن يكون دجالا هنا بينما في الدكتاتورية يمكن للحاكم أن يكون دجالا مو وهكذا الدجل الآخر الخرافي دجل المشعوذين ممكن ينحبسوا أكثر ممكن يتعاقبوا على أنه عم بيرتكبوا حماقات في اذا دول بتحترم بتعاقبوا بتعاقبوا للدجال الذي يعني يؤذي الناس يؤذي عقولهم يؤذي سلوكهم ممكن الدجال يقول لك هذا انت بكره واحد بده يقتلك تروحي تشتكي عليه او تقتلي مثلا هذا خطير ايضا لكن ظل هذا محدود انا اتحدث عن الدجل بوصفه حالة خطيرة على المجتمع ككل كالدجل الثقافي. أن تكون الجامعة أن تكون الجامعة مكانا يحتوي دجالين في العلم فهذا شيء خطير. صح؟ صحيح. لأنه يعني هذا بده يخرج ناس أن يكون أن تكون نخبة دينية ما تدجل على الناس هذا شيء خطير لأنه خطابها مسموع. أن يكون هناك فنانون يدجلون على الناس بمسرحيات أو بمسلسلات لتنفيس الناس هذا خطير أو خذي معي علاقتنا بالتاريخ مش تاريخ وقائع حدثت ياتي دجال ويقدم لي التاريخ على نحو مختلف كليه عما يمكن ان يكون عليه التاريخ واقعا احيانا تزيفي شخصيه تزييفا كاملا تدجلين على الناس بتزييف شخصيه في التاريخ او ترفعي من شخصيه لا قيمه لها في التاريخ هذا الدجل هذا الدجل تاريخي دجل تاريخي ايضا خطير هلا نحن لا نستطيع نطبق معايير معاصره في مناقشتنا لشخصيات تاريخيه لا نستطيع لكن ايضا ان نحط ونرفع من شخصيات تاريخيه بناء على رغبتنا الايديولوجيه او انتمائنا الايديولوجي او المذهبي هذا دجل تاريخي. خطير جداً. جدا خطير جدا، خطير جدا لانه هذه حاله من حالات الانتقام من تاريخ مضى عبر تزييف التاريخ الدجل مو تزييف طبعا الدجل هو, هو تزييف العالم والظهور واظهار الشيء على عكس ما هو وبالتالي الدجل هو نقيض للموضوعيه نقيض للصدق نقيض للحقيقه انا ارى ان التطابق بين الحياه النظريه الفكريه العقليه ان التطابق بين هذه الحياه وبين الحياه العمليه يضيق من حقل وجود الدجالين في المجتمع، وبالعكس يكثر الدجالون عندما تتسع الهوة بين الخطاب والممارسة. أيتها السيدات أيها السادة إلى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا كلام جديد. إلى اللقاء.